للحديث أكثر عن أزمة الكهرباء المزمنة في العراق ومحاولة الكاظمي التهرب من مسؤولياته لحلها، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب السياسي عباس النوري. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، الوكالة الدولية للطاقة تحذر من أزمة سياسية كبيرة في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي إذا كان الكاظمي يلقي باللائمة على الحكومات السابقة. لماذا لا يتحرك لحل الأزمة طالما أنها تشكل خطرا عليه بحسب الوكالة الدولية للطاقة؟ أولا تحية لك وللكادر وكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. الله. الأزمة ليست وليدة اليوم، والكاظمي ليس لديه العصا السحري، والأمر الآخر الكاظمي ليس حر في إرادته أو اتخاذ القرارات، يملى عليه من هنا وهناك. فهناك يعني أطراف كثيرة ودول كثيرة تستفاد من مآسي الشعب العراقي، ولهذا السبب يستمر هذا الأمر ولا حل له إلا بثورة جماهيرية، ممكن على قول المثل العراقي يحرق الأخضر واليابس. طيب، أزمة الكهرباء بالفعل ليست وليدة اليوم، لكنها بحسب خبراء يعني يوجد هناك من هو منتفع من بقاء هذه الأزمة. بداية، من هم المنتفعين من الإبقاء على أزمة الكهرباء في العراق؟ كل الأطراف السياسية والدول اللي تابعة لهم بدون أي تحديد. يعني إذا تقول إيران مستفيدة، طبعا مستفيدة، لأنه أهمهم الأول والأخير أنه يبقى العراق شعب مستهلك، والكهرباء معناتها أنه تطور الصناعة، تطور الزراعة، ولهذا السبب أطراف كثيرة مستفيدة وباعت العراق منذ زمن طويل. طيب، يعني إذا كانت أزمة الكهرباء تشكل خطراً سياسياً كما تقول الوكالة الدولية للطاقة، كيف ينتفع من وراءها سياسيون وقادة الميليشيات كما تفضلت؟ النفع اللي عندهم هو النفع المادي. يعني كل الصفقات اللي تحدث بالعراق فلكل هذه الأحزاب وتوابعها نسب معينة، ولهذا السبب ان المشاريع يعني ممكن تكون مشاريع وهميه او مشاريع لا تنفذ بسبب يعني الفساد الذي هو اصبح امر معروف وكل عراقي يتحدث عنه. ولكن مع شديد الاسف بين فتره واخرى ينتظرون انه هذه الحكومه سوف تحل المشاكل والحكومة اللي بعدها تحل مشاكل، والمشكلة هي ليست في حكومة الكاظمي أو غير الكاظمي، المشكلة أنه هناك أحزاب متسلطة ووراء هذه الأحزاب دول، وهذه الدول لا تسمح بالعراق أن ينهض أو يستقر. وراء هذه الأحزاب دول، هل نحن نتكلم عن إيران؟ طبعاً إيران. من ما هو الدور الذي تلعبه إيران في أزمة الكهرباء وكيف تستفيد منه؟ يعني إحنا سمعنا بالتقارير والأخبار أنه أهدت محطات كهرباء لاستفادة فقط كربلاء والنجف، والآن الحديث جاري أنه استفاد من أهدها مكان آخر. الاستفادة إذا كان الدول التي تصدر للعراق من مواد غذائية، من حديد، من أي شيء، من ملابس، من تمر، يعني العراق بلد التمور والآن يستورد تمور، كل هذه لها أهمية إذا انقطع الكهرباء، لأنه بوجود الكهرباء هذا يعني أنه المصانع والزراعة تتطور، ولهذا السبب هذا ليس بصالح الدول.
وكالة بلومبرغ في تقرير لها تقول إنه قد تتفاقم الاضطرابات وتكون لها عواقب خطيرة على العراق والمنطقة برمتها. هل التظاهرات التي تخرج بشكل شبه يومي في الأسابيع الماضية يمكن أن تكون شرارة لموجة جديدة من ثورة تشرين حسب رأيكم؟ الاحتمال جدا كبير، وقد ومن الممكن أنه تكون أكبر من ثورة تشرين وأعم ولها يعني مردود خطير جدا. وقد يكون هناك تصادمات أيضا ما بين الأطراف التي تريد إسقاط هذا أو تريد إسقاط ذاك. نعم، عبر سكايب من ستوكهولم كنت معنا الكاتب السياسي عباس النوري، شكرا جزيلا لك.